المسؤول من السجن في الهدى حس بقضيتنا وحس بقضيتنا وبقضية كل المساجد. ولذلك آلت يعني آلية ديوان الزكاة الأمان العامة إلا أن تنطلق في هذا المشوار الطيب المبارك الذي يدخل الفرحة على كثيرين. يعني دفعوا لي المبلغ كاملة يعني دون نقصان، وأنا بصفتي أنا رجل على ظرفي. الحياة التي تمنح السعادة هي نفسها الحياة التي تقسو علينا وتمتحننا في أقاربنا بالموت وفي أجسادنا بالمرض وفي معيشتنا بالفقر وتمتحننا في حريتنا بالسجن. ويظل الفقر والحاجة هي المؤثر الأكبر في حياتنا وحياة أبنائنا، ففي هذه السجون يقبع كثير من الناس وقعوا في أخطاء نتيجة الحاجة، فكانت مخالفتهم للقانون هي ليست تعاسة لهم فقط، إنما لأبنائهم وأحبائهم. لكن كما يوجد في هذا الكون الكثير من السوء، يوجد الكثير من الخير، هي حكمة الله في الأرض ورحمته بالمحتاجين. كثير من الخيرين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وشكرا على نعمته، فيعملون مباشرة لسداد دين المدينين وفك عسراتهم، ومنهم من يحرص على الدفع بزكاته لتساند وتزيل كرب المكروبين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا نزيل في سجن الهدى، مطالب بمبلغ بتاع قروش، ونشكر ناس ديوان الزكاة، ونشكر السيد العميد في المسؤول من السجن في الهدى حس بقضيتنا وحس بقضيتنا وبقضية كل المساجد، ونشكر ناس ديوان الزكاة بأنهم قاموا فعلا ودفعوا المبلغ، وأنا إن شاء الله نشكرهم جدا جدا، ونيابة عن زملائي المعاي أصالت عن نفسي، ونيابة عن زملائي المعاي نشكر ناس ديوان الزكاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل ده في ميزان حسناتهم ويديهم الخير ويديهم التقدم والازدهار، جزاكم الله خير. حبيبنا نحن اليوم في ترتيب في مدينة الهدى مع إخوتنا في ديوان الزكاة، وهم في برنامج لإطلاق عدد أكبر من النزلاء، وذلك في إطار برنامج الدفع عن الغارمين. وهذا هو يعني يبقى لحين السداد، ويبقى لحين السداد عبارة معلومة لدى كل الناس، وهي تؤرق أصحابها في داخل السجون نسبة لظروف المعلومة لدى الجميع. ولذلك آلية ديوان الزكاة الأمان العامة إلا وأن تنطلق في هذا المشوار الطيب المبارك الذي يدخل الفرحة على كثيرين، وتحل محل القارم، وتقوم بسداد المديونية في حدود تم تقدير مبلغ 300 مليون جنيه. هذا العدد بدأ العمل فعلا، والآن شارف 130، وهي لجنة مستمرة بإذن الله. هذا العمل عمل تنسيقي نظمته إدارة الزكاة بالتنسيق مع رئاسة الجهاز القضائي، وفي دورنا نحن في الشرطة نقوم بالجانب التنسيقي، لأن النزلاء والمحكوم عليهم بطرفنا نقوم بترتيب هذا العمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، لأن في هذا العمل بشريات طيبة لأخواننا الموجودين في النزلاء، وهنالك توجه يعني من الدولة أصلا في إطار برنامج تصفير السجون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الناس من كل شيء، وأن يخفف عن كل غارم، وأن يطلق سراح الجميع.
تخليص الغارمين وسداد دين المدينين التي أودعتهم السجون هي أحد المشروعات الرئيسية التي ينفذها ديوان الزكاة بولاية الخرطوم بالتعاون مع إدارة السجون التي تسعى دائما لإصلاح المخطئ وتحسين حياته ما أمكن ذلك، وهي أوجب واجبات ديوان الزكاة لخدمة المجتمع وإعانة المحتاجين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، ناس الزكاة دفعوا لي، أنا كنت مديون يعني حوالي 105,830 جنيه، والحمد لله ناس الزكاة جزاهم الله خير يعني دفعوا لي المبلغ كاملة يعني دون نقصان. وأنا بصفتي أنا رجل على ظرفي الضعيف، نحمد الله ونكون شاكرين إنه النادل يعني وصلوا رسالتهم بالكامل يعني كعمل إنساني، ما في شك في ذلك يعني. ونسأل الله عز وجل إنه ربنا إن شاء الله يزيد من منعهم ومن التقدم إن شاء الله. جزاكم الله خير وإحسان. كانت جلسة الغارمين لدراسة وسداد ديون المعسرين في سجن الهدى هي جهد ومسعى وهدف ديوان الزكاة بولاية الخرطوم وإدارة السجون، هو زكاة الخيرين وطهارة مالهم وصداقتهم وحسن نواياهم تجاه الآخرين، هي التراحم والتكافل والبر بين الناس، هي حرية مسجون وسعادة أسرة. نحفظ بطريقة معينة ونديها للماعز. الحاجة الثانية، نحن لما بعنا في مشروعنا الفترة الأولى والفترة الثانية والثالثة يعني فكرنا إحنا ليه ما نقوم نزيد المشروع، ما زدنا في الطيور، قلنا إحنا نزيد في الآليات اللي بتقدر تمسك لنا الطيور. فكرنا قلنا إحنا نجيب السحانات أول حاجة نزيدها مع المفارم
يعني بتحرك برضه في حاجات تانية. والحمد لله أولادي لسه ماشيين في التعليم كويس ومعجرة بيت وامورنا ماشية كويسة الحمد لله. يعني بتمنى لأي أم أو أي صلب المشروع ده إنه يكونوا ما القرش يدخلها مثلا في حاجة تافهة وما يستفيد منها في حاجة. لو الواحد شغل مخه بيقدر يشتغل يعمل ده الحاجة اللي داري يعملها. نتكلم بفكرة بسيطة عن المشروع. المشروع عبارة عن مشروع إنتاج للدواجن. بداية الفكرة أول ما فكرت في المشروع يعني حبيت إن أنا ألقى لي مصدر بتاع دخل إضافي أقدر أساعد به نفسي وأساعد به أسرتي. ففكرت قلت ألقى لي مشروع يكون قريب أقدر ألقى فيه زمان وأقدر أشتغل وأجني من وراه عايد. فكرت في مشروع الدواجن أو مشروع الإنتاج. أخذت التمويل وبدأت بسيط والحمد لله عن المشروع ماشي كبير. يعني الحيوانات زي ما نقولوا بدأت أنتجت كلها وعددها زاد والحمد لله بعنا منها جزء وقدرنا تحصلنا على المال والمال تاني دخلنا في مشاريع تانية دعم للمشروع من ضمنها مشروع العلف. بديت اشتري صحانات عشان أقدر أصحن بها العلف أقدر تاني استوعب كمية كبيرة في المشروع من الطيور ومن الدواجن ومن الماعز. أضفت الصحانات وأضفت الصحانات بالنسبة للعلف. عملت مشروع تاني إضافي بربع على فكرة تابع للمشروع الكبير اللي هو مشروع تجفيف علاف للماعز. فبقيت أجيب العلاف المزروعة وأجففها وأصنع منها علاف للماعز والحمد لله المشروع ماشي. بالنسبة للمشروع دي طبعا كانت في مشكلة كبيرة بتواجهنا إنه الأعلاف مكلفة وفترة من الزمن إحنا عندنا الأعلاف ارتفعت بسبب الكونسنتريت المركزات تحت العلف سواء للبياض أو سواء للاحم. في المشروع ده احنا قمنا اتجهنا لحاجة ان احنا دايما نصنع الاعلاف صناعة محلية. احنا يعني اخذنا دورة تدريبية من معهد علوم الزكا. الدورة كانت عن انتاج الدواجن والرعاية البيطرية. عرفنا فيها انه الاعلاف دي انت لو دارت تركبها ما صعبة. يعني الموضوع ما سهل. ما صعب. الموضوع سهل جدا. شوية نسب بتاعت مقادير بتاعت اعلاف. تعرف هتخد كم دريش هتخد كم منباز هتخد كم ردة ملح حجرجير. احنا عندنا اضافات على فيها بتدينا مصادر بتاعت بروتين وكالسيوم زي السمك بنضيفها برضو في العلايق بتاعتنا. فاتجهنا لحكاية احنا المرحلة الجاية في المشروع عشان نقدر نضمن احنا نجيب كمية كبيرة ونقدر ننتج انتاج كبير نتوسع في المشروع ركزنا على الاعلاف لان بجد كده مشروع الدواجن بتلقى فيه 60% منه ماشي في الاعلاف 60% من ارباحه ماشي في الاعلاف. فاحنا قلنا عشان المشروع يقوم يستمر فكرنا في وحدة جديدة في المشروع اللي هي وحدة انتاج الاعلاف اعلاف الدواجن. وفي نفس الوقت بدينا وحدة تانية لا علاقة بانتاج اعلاف الماعز. بنجيب الاعلاف تحت الماعز بنجففها وبنحفظها بطريقة معينة وبنديها للماعز. الحاجة التانية ان احنا لما بعنا في مشروعنا الفترة الاولى والفترة التانية والتالتة يعني فكرنا احنا لما نقوم نزيد المشروع ما زدنا في الطيور قلنا احنا نزيد في الاليات اللي بتقدر تمسك لنا الطيور. فكرنا قلنا احنا نجيب السحانات اول حاجة ونزيدها ومعها المفارم عشان احنا في الانتاجية الدورة الجاية نقدر اذا كنا بنربي مثلا 100 طيرة او 200 او 300 الدورة الجاية نقدر نربي 500 تكون عندنا الحاجة اللي بتجهز لنا العلف ما تبقى عندنا مشكلة في العلف ونصنع صناعة محلية. الكلمة الأخيرة اللي حابي أضيفها إن إحنا طبعا دارين نشكر ناس ديوان الزكاة ومنسق الزكاة في وحدة الفتحاب الإدارية ومكتب الزكاة في أم درمان دارة المشاريع ولاية الخرطوم. طبعا يعني ما شاء الله وقفوا معانا ووجهونا وساعدونا ودعمونا وإن شاء الله ربنا زي ما بقولوا شنو يديهم الصحة والعافية كده. اخترت الركشة في الحياة اللي قالوا اخترت الركشة عشان تعيش لي شفع دي وتربوم لي وبتساعدني. هو هسه مشروعنا ده ناتج الحمد لله ولدي شغال فوقه
ماسكانه ومعايشانه وربت لي الاطفال وريحتنا من الجري ذاته. كان بجري لون علشان المعيشه وشنو ابوي ده زول كبير وهو بس ساعدتنا كويس الحمد لله. ما عندي اي شيء ناقص حق الاسبيرات طالع واي شيء طالع ما مخسره انا كثير الا بس بقرا المدرسه لا عندما نعجز والله ما شاء الله ماسكانه ماسكه اسبيراته وحاجاته كله يعني زول كان اختار حاجه اختار ركشه برضه معيشه ومربيه وبتساعد تدخل تجيب 500 كانت شقاء صافي في اليوم تجيبه وكان شغال جد جد لغاية 700 بتجيبه لكن عطلة بتخسرك خسارة بيبقى 1,500,000 حاجة إزبيرادة غالية والحمد لله معايشان والله ما قصرت والناس اللي ادنا المشروع ذاته نحن نشكرهم كلهم وشكرا لهم يعني ساعدنا ما قصروا يعني كل ذول المسكين وعزير بيساعدوا ربنا يساعدنا إن شاء الله ونحمي الله لا اللي قدام داري لنا قطعة أرض قولي لا قدام داري لنا قطعة أرض كان إن شاء الله بيقصد كان إن شاء الله بيكاش كان مساعدة قطعة الأرض حسين بشكرهم والله كل من الناس اللي وقفوا معانا بشكرهم من رجال لنساء بشكرهم والله أخوات وأخوان بشكرهم وربنا يعظم أجورهم وما قصروا معانا والله كل ذول عزيرة الدنيا إن شاء الله ربنا يدينا الجنة إن شاء الله والله ما بيمشوا طبعا مدرسة دون نهاية ما بيقدروا يا هو شايفونه إلا المدارس حقت الإعاقة حقت الإعاقة بقت لنا بعيدة بعيدة من الخرطوم ولا قدام ودايرين لهم ترحيل ماشي جاي ونحن هسه أخونا ده بيقرا في السنة امتحان الشهادة السودانية ما قدر هنا جزء في ركشة وجزء في جزء في الركشة وجزء في المدرسة هسه ده من يكون ماشي المدرسة هي مقرشة قاعدة ده من يكون طالع يا هو بيجي بيشتغل لنا في الإجازة هاي في الإجازة لا نحمد الله في الزيد هسه اليومين دي سايدة المشروع ده جاني كمساعدة من ديوان الزكاة وزوجي عيان ووقت الحالي قاعد مع أهله هناك وأم لأطفال والحمد لله المشروع ده جاني في ظروف كويسة ويعني وسعته كان جابوا لي مشروع بتاع دكان وقلبت منه بوتيك عملته واشتغلت تاني يعني غيره من نفس المشروع عملت لقيمات وعملت زلابية وعملت طعمية يعني بتحرك برضه في حاجات تانية والحمد لله أولاد لسه ماشيين في التعليم كويس وأجر بيت وأمورنا ماشية كويسة والحمد لله يعني بتمنى لأي أم أو أي زول ده المشروع ده إنه كونه ما القرش يدخله مثلا في حاجة تافهة أو ما يستفيد منها في حاجة لو الواحد شغل مخه بيقدر يشتغل بيعمل ده الحاجة ده يعملها يعني هي القرش ما بتعمل حاجة أول حاجات هي ذات ما بتعمل حاجة لكن أنت لو شغلتها أو خطيتها في أكلتها ما حتستفيد منها حاجة لكن لو شغلتها بتستفيد منها بتستفيد منها كتير فالحمد لله سنة أولادي ماشيين كويس و في مرحلة كويسة الدكان راس ماله ماشي زي والله الحمد لله يعني كوني انه مثلا بدفع منه الايجار وبطلع منه مصاريف البيت ومصاريف الاولاد تحت المدارس فالحمد لله يعني برضه ما قاعد اجيف عليه يعني مرات في الشغل بيكون اضافي بضيفه لهنا لانه الدكان كل ما تشيل من راس ماله كل ما انه هو بينقص لكن لما تشتغل شغل اضافي تقدر تدخل مصاريف البيت لانه الحياه بقت صعبه والظروف كل ما ماشي على أسوأ فانت لما تدخل مثلا تعمل يكون عندك مصدر دخل تاني تقدر توفر وتعمل الحاجه الدايره انت والله لحد الان الحمد لله الحمد لله الامور تيسرت وماشي ماشي كويس وما عندي لحد الان ما عندي مشاكل لو في حاجه الواحد يقول لك ما في حاجه الحمد لله وحرصت الولايه على ان تملك المشروعات التي تتناسب مع بيئة الولاية أو البيئة التي تسكن فيها الأسرة الفقيرة فبيئة الحضر أو مشروع الذي يملك للأسرة التي تسكن في الحضر يختلف من المشروع الذي يملك للأسرة في الريف فحقيقة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع قبل تمليكه كان أثر ممتاز جدا بحيث يطمئن الديوان بأن هذه الأسرة تستطيع أن تستفيد من هذا المشروع
بعد الدراسة، دراسة الجدوى الاقتصادية، وأيضا حسن اختيار المشروع يتناسب مع بيئة الأسرة، أيضا عامل من عوامل النجاح المشروع. الشيء الثالث ونحسب بأنه مهم جدا هي تدريب الأسرة على استخدام المشروع، ويعني بتوفر هذه العوامل الثلاثة أحسب بأنه يعني استطاع ديوان الزكاة أن يصادف كثير من النجاح في تمليكه للمشروعات. أيضا المتابعة اللصيغة بحيث تتابع المحلية المعنية أو ديوان الزكاة في المحلية المعنية لهذه الأسر، ويعني يراقبها ويراجع ويعالج كثير من 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 الإشكالات التي تصادفها، لأنه حقيقة أحيانا المشروع يفشل يعني بعوامل خارج إرادة الأسرة، ففي هذه الحالة نحن حقيقة نتدخل لمعالجة هذه السلبيات. أما إن كان من تقصير من جانب الأسرة أحسب بأنه يعني ننصحها بأنه تستخدم الأساليب والوسائل التي تمكنها من الاستفادة القصوى من هذا المشروع. نحن حقيقة نستطيع أن نقول بأنه يعني بحكم أن موارد ديوان الزكاة متجددة سنويا تتسع الدائرة في تمليك المشروعات، وده واضح جدا من تتبع مسيرة تمليك المشروعات في ولاية الخرطوم من خلال يعني عدد من السنوات، ونحن حقيقة الآن نطمئن تماما بأننا نسير في الطريق الصحيح.